جزء كبير جدا من نجاح مسلسل كلبش الكاستنج، دايما نقول كلمة الكاستنج يعني اختيار الممثل المناسب في المكان او في الدور المناسب، ده بيبقى دور المخرج الحقيقة بالتأكيد، وساعات تصيب وساعات تخيب، لما بتخيب بتبوز المسلسل كله، لكن الحقيقة في كلبش اتنين بيتر ميمي اجاد الاختيار. انت كنت حريص جدا يعني حتى الله يمسيه بالخير عم صلاح عبد الله دوره في مكانه، احمد دوره في مكانه، ماجد دوره في مكانه، بس هو تيم ورك برضو يعني بنقعد يعني انا ودكتور باهر واستاذ امير بنقعد نتكلم ونحط ترشيحات ونحط اسماء ونحط حاجات، مش يعني فكره المخرج ان هو ده حلو كويس، لا طب ما احنا تمام، يعني ممكن يكون في اسم تايه عن بالي، يعني انا مثلا لما رشحت عمرو وهبه في دور الجاسوس في مصطفى، عمرو اول مره مثل في حياته، اول مره مثل في حياته، ده هايل. فلما انا قريت الكاركتر انا حسيته توفيق الدقن اللي هو شرير بس يعني دمه خفيف وواد رخم كده، فساعتها كلمت عمرو، فعمرو كان فاكر دور يعني 7-8 حلقات مثلا وتمام، ما عرفش ان هو مكمل او انا نفسي ما كنتش عارف انه مكمل للدرجه دي كلنا بجد 28 يعني انت ما بتعرفش يعني انت هو وباهر بيكتب انت ما بتعرفش اللي جاي، لا انا عارف ان في لاين وده من اهم الخطوط اللي في المسلسل فعلا، فكره الولد الملحد الجاسوس الاسرائيل اللي بيتربط في كلبش مع حد من جماعات ارهابيه، فبيبتدي لحلقه 27 يبقى امير جماعه، يا نهار اسود ده من اقوى الخطوط اللي مكتوبه في المسلسل، فنهايه الخط ما كانتش واضحه بالنسبه لي في الحلقات الاولى، يعني احنا كنا استلمنا داخلين تقريبا ب 8 9 باكتر من كده داخلين ب 15 حلقه تقريبا، فلقيت دور عمرو بيكبر لدرجه ان عمرو نفسه اتخض، بس هو انا شايف ان هو من يعني اختراع السنه دي، يعني من ناس كويسه، حتى هو في روسيا على فكره دلوقتي كلمني بعت لي فويس نوت قال لي يا بيتر انا بدخل انا في روسيا بتصور، قلت له بتصور مع مين يا ده انت في روسيا بتصور مع مين؟ طب والله انت كويس.